السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف مع بعض ستيبل ديفيجن. انا مستوب كده كده عندي على الكمبيوتر، بس دي النسخة الاونلاين اللي انت تقدر تستخدمها بدون تصيب الحاجة خالص. ممكن تكتب هنا البرومت، وهنا ده الستايل اللي انت عايزه، ممكن سينماتيك ديفولت، ممكن 3D موديل، ممكن كرافتك لايك كذا حاجة. ممكن تقول جنريت. هنا ادفانسد اوبشن لو انت عايز تدخل في خيارات كتير زي المقاس، وهل انت مهتم بالسرعة ولا مهتم بالكواليتي، بس دي للبريميوم اللي بفلوس. في نيجاتيف لو انت عايز تتجنب حاجة معينة، يعني ممكن مثلا جربت فطلعت صورة فيها مشاكل، فتقول له مثلا انا عايز اشيل حاجة من الصورة، مثلا انت متحبش الناس، تمام، فتروح قال له انا مش عايز اي اشخاص موجودين، لا عايز بيبول ولا عايز اي حد، بس تطلع لي الصورة بالشكل دوت. فالاداء بتاعه كويس، واغلب في مواقع كتير معتمد على السيبل ديفيجن دوت. تمام، انا عايز اعملها داونلود لسبب. لا الصوره كامله، لان هو جابها لي مقطوعه شويه. فهسيب لك الرابط اسفل الفيديو، حاول ان انت تجرب ان شاء الله يعجبك الفكره. طبعا لو عايز اللي هي بفلوس بتبقى اسرع وكده، بتبقى في حدود $8.50 في الشهر. لو دوست فوق اي اي تولز هتلاقي في ادوات كتيره جدا، زي مثلا ستيبل ديفيجن اكس ال، ستيبل ديفيجن وي بيو اي اللي هو موجود على اكتر البراوزات. في كنترول نت. كنترول نت يعني تدي له شكل معين او صوره معينه، وتقول له خد نفس الستايل او نفس الوقفه او نفس الحركه. يعني يمشي فيديو، ترفع له فيديو، هو يبدأ ان هو يضيف لها حركة حسب الصورة اللي موجودة.